السلام عليكم يا جماعة، صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل الناس اللي هتبقى موجودة. أنا بس أحب أن أوضح كلمتين بسرعة، لأن أنا مش هقعد أتكلم في لايف والناس تجمع والناس ما تجمعش. أنا كده كده هسيب اللايف ده متثبت مهما حصل، يعني أنا كده كده سايبه. بالنسبة للموضوع اللي أنا رفعته امبارح، البوست بتاع مستشفى شرق المدينة عشان أمي اللي كانت مريضة. بصوا يا جماعة، أنا ممكن أتغاضى عن أي موضوع في الدنيا، أو ممكن لا أسكت عن أي حاجة في الدنيا إلا الأم، يعني إلا أمي. أنا دي ما عنديش غيرها أصلا في الدنيا. ست الله يرحمها توفاها الله من كام شهر، فأنا مش مستحمل لأي ضربة، خصوصا إن أمي جالها جلطة في المخ. بعيد الشر عنكم، يعني أقول لكم أنا النتيجة دي إيه. طبعا من بعد كرم ربنا علينا، وده ابتلاء من عند ربنا، في سبب تاني غير اسباب كتير. يعني اي حد بيجرى له اي حاجه، واي حد بيتعب، واي حد بيحصل له ظرف، بيجري على اقرب مستشفى او اقرب صيدليه او اقرب دكتور عنده. ده الطبيعي بتاع اي بني ادم. طيب انا ساكن فين؟ انا ساكن في جمال عبد الناصر، تمام. لما اجري بامي التعبانه وعايز الحقها طوارئ، اكيد هروح على شرق المدينه، مفيش غيرها، تمام. الكلام دوت كان المغرب. اجري اعمل، الدنيا زحمه، الدنيا معموله، خش شرق المدينه. طبعا انت عايز لك ساعه الا ربع قبل ما تخش المستشفى دي اصلا، من مشاكل لعراك لخناق لقله ادب لامن معاملته زباله لتمريض معاملته ازبل لكل حاجة في الدنيا. مستشفى شرق المدينة بالدكتور محمد فاروق مديرها دي عايزين يتولع فيها، بمعنى أصح. يمكن أنا بقى أكون سبب لناس غلبة مش عارفة تتكلم، وناس ماتت لما كنت موجود، وناس هتموت، وناس بتموت، تمام. دي مستشفى حكومة، مفروض مستشفى الحكومة في الأيام اللي احنا فيها دي، في الأيام اللي احنا فيها دي، فيها أحسن رعاية وفيها أحسن حاجة عن أي مستشفى تخصصي. انا دلوقتي لما اجي اخش الحق امي، الحقها فين؟ مش اقرب مستشفى؟ انا عايز اقول لكم حاجه بقى، يا ريت اي واحد والنبي، يا ريت اي واحد والنبي جرى له اي نصيبه او جرى له اي كارثه او عمل اي حادثه، ما يوديش حد لشرق المدينه، لانه هيقابل فريق من اقوى واجود انواع الامن اللي موجود في البلد. امن اللي هيحط لك الاكسجين، امن اللي هيدخلك، امن اللي هيمشي بيك بالكرسي، امن اللي هيقولك انت كويس ولا لا، امن. وممرضات، ممرضات قد ايه؟ اطفال كتاكيت كده، اطفال صغيرين كتاكيت، مش دكتور اللي بيكلمك. فين المدير؟ الاستاذ مش موجود، المغرب مش موجود، مفيش مدير، مفيش مدير. النبطشي بقى المدير، الدكتور اللي في الليل مدير، بتاع الطوارئ هو اللي مدير، البواب اللي على الشارع بره مدير. ازاي امي يبقى ناقصها اكسجين؟ اكسجين 70 في جسمها، 70% اكسجين في جسمها ناس ياهو، ويقول لك خلاص دي بقت كويسه بعد 10 دقائق جلسه نفس. ازاي 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 ما ترتب عليه ان امي ركبت من العربيه جالها جلطه من هنا في المخ؟ طبيعي، المخ ما وصلش الاكسجين، ما وصلوش اكسجين المخ. اجري بقى الحق على مستشفى خاص. امال انا جايلكوا ليه؟ انا جايلكوا عشان الحق، مش عشان انا معيش فلوس، مش عشان انا معيش فلوس، مش عشان انا مش قادر، مش عشان مش قادر، عشان انا عايز الحق، عايز الحق، عايز الحق حد، عايز الحق امي، عايز الحقها. اجري بقى وحط مستشفيات خاصه وحط فلوس. ما في فلوس وفي مستشفيات خاصه وفي دنيا، امال انا جاي ليه؟ انا جاي ليه؟ جاي الحق، الحقوها وهوديها يا عم انجلترا، هوديها المانيا، الحقوها الاول. لا مفيش الحياه، ومفيش مفيش حاجه. جابوا لامي جلطه، كام جلطه بقى بتيجي لكام ام؟ كام جلطه؟ امبارح رفعت بوست، ولا حياه لمن تنادي، ولا حياه لمن تنادي، ولا اي حاجه. مدير مستشفى باشا، كل اللي فالحين على يكلموني بتوع الصحافه، يكلموني بتوع الجرايد. اصلك احنا هنعمل، دي مش اول شكوى من محمد فاروق، دي مش اول شكوى من مستشفى شرق المدينه في اسكندريه، دي مش اول شكوى. طب ده ليه مش اول شكوى؟ ساكتين ليه؟
طب هي مش اول شكوى، ساكتين ليه؟ مستشفى حكومه؟ على عيني وعلى راسي يا عم، على عيني يا عم وعلى راسي يا عم. المدير ده غوروه يا عم في داهيه يا عم، مشوه يا عم، هاتوا حد يشوف شغله يا عم، هاتوا حد يصرف الفلوس في مكانها يا عم. ليه يا عم؟ كام ام بقى الناس جوه؟ عايز اقول لكم ان المستشفى 5 ستار من بره، 5 ستار. خش جوه المستشفى الناس على بعض، وطبعا بقى الشحاتين ماشيين وراكم، يعني الشحاتين ماشيين وراكم ماشيين. ردونا والنبي، خلي بالك يا محمد والنبي من الحلقه القهوه بقى. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب ليه؟ كل سنه وانت طيب على ايه؟ واحد امه تعبانه، كل سنه وانت طيب على ايه؟ على ايه يعني؟ وانت طيب يا اخويا، على ايه كل سنه وانت طيب؟ ماشيين ليه؟ ماشيين في الرشوه، ماشيين ليه؟ تشحطوا. شوفوا الناس دي، مستشفى حكومه ببلاش يعني؟ انا لا جاي لها ببلاش ولا بتاع، دي اقرب مستشفى ليا. امي ناقصها اكسجين، امي ناقصها اكسجين، امي ناقصها اكسجين. اجيبه منين؟ اجيب جهاز من الهوا شده؟ اجيب ايه تاني؟ ما هي مش كل حاجه الفلوس برضو، ما في رعايه برضو، في اهتمام برضو، في بني ادمين. كم واحد فقد امه؟ شوفوا كومنتات الناس في البوستات بتاعتي عامله ازاي. هو انا شاري الناس؟ شاريها؟ شاري الناس يعني عاملهم ولا اي حاجه ولا اي موضوع ولا اي حاجه؟ اتفرجوا، اللي ابوه مات فيها ولا امه ماتت فيها ولا اخوه لا قدر الله مات فيها واللي بيموت فيها؟ ناس جوه بتعمل حمام على روحها في السراير. انا لو عيب، لو ما كانش عيب كنت نزلت صوره امي على السيله عامله ازاي. يعني انا ما كانش عيب ومش هيجي لي قلب كنت نزلت عامله ازاي؟ بعد اذن المسؤولين في البلد اتحركوا على شرق المدينه، هيلم الدنيا وهيلمنا الدنيا وهيلم المستشفى. اقول لكم مستشفى جميله نظيفه متطوره، لو فضلنا سايبينه لحد بقى ما لايف يوصل له هيكون لم الدنيا. ولا اكلم بقى اصدقائه ولا اكلم حد؟ الدكتور محمد فاروق مدير المستشفى، ما هو راجل مدير برضه، ما هو راجل مدير، وفي ناس غلابه برضه. يا عم سيبك مني، انا مش غلبان، انا مش غلبان يا عم، انا يا عم مش غلبان. الناس اللي شايفانا غلبان مش غلبان، من نبر ومن فقر انا مش غلبان يا عم. تمام، الغلابه يروحوا فين؟ يمكن انا سبب يا عم، يمكن انا سبب يا عم. ربنا يشفينا ويشفي مرضانا ويقوم امي بخير وادعوا لها. ولو ما حدش اتحرك اعمل لايف تاني، ولو ما حدش هعمل تالت ورابع لحد ما هيوصلوا لي انا اروح اعمل لايف هناك. الموضوع مش محتاج لايف لمستشفى شرق المدينه، اي حد هياخد تاكسي من اي حته في اسكندريه هينزل شرق المدينه هيتفرج على الناس عامله ازاي، يعني هيتفرج كده الناس عامله ازاي، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، اتفرجوا عليها. شكرا لكم متابعين القناه، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناه دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.